السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مزارع البيع في مصر بإدارة الأستاذ خالد منصور ومحمد عبد القادر وأنا ربيع المالكي. إحنا هنا بنصور في أرض 3 فدادين عليهم عنبر بشيل 8000 كتكوت، أرض تقنين عليهم 80000 على 7 سنوات للمحافظة. الفدان متقنن بتمن فدادين 80000 جنيه. دول ال3 فدادين فيهم عنبر جاهز من الشغل الحديث زي ما حضراتكم شايفين، ودولة ال3 فدادين جنب البيت المقدس هنا في جنب الديورة في وادي النطرون في حتة هنا مشهورة، تاني نمرة من الأسفلت. أرض تقنين عليهم زي ما قلنا لحضراتكم 80000 للفدان على 7 سنوات للحكومة أو المحافظة. قطعة أرض 1.5 مليون، قطعة أرض رخيصة، عنبر بشيل 8000 بالنظام ده، دي عشان المطرة. طبعا هو بالخشب ده الشغل الحديث بدل الصبة يعني عشان المطرة. طبعا هو ما عرفناش نفتحه بصراحة ان صاحبه اتأخر علينا. ده اخر العنبر هنا جماعة اصحاب مشروع الفراخ معانا هنا، قطعة ارض محترمة وعرض جميل جدا ورخيص، قطعة ارض 3 فدادين ب1.5 مليون فيهم عنبر، تاني نمرة من الاسفلت هنا في وادي النطرون. زي ما قلنا لحضراتكم مفكركم ان هو بيشيل 8000 كتكوت كامل متكامل جاهز. هنحاول نجيب لكم الشغل الحديث من جوه. جاهز على الشغل. قطعة أرض رخيصة 1.5 مليون 3 فدادين. ده نحاول نجيب لكم العنبر من جوه. كهرباء هنا وبير مية خاص بالأرض 3 فدادين. تاني نمر على الاسفلت على طول في مكان مشهور هنا في وادي النطرون لمقدسات وادي النطرون هنا جنب الديرة، ودي قطعة الارض. ده سكن العمالة. حضرتكم زي ما قلنا لكم فكر حضراتكم 3 فدادين تقنين 80000 على الفدان لمدة 7 سنوات للحكومة أو المحافظة. قطعة الأرض ديت ب1.5 مليون، تاني نمرة من الأسفلت لأصحاب مشاريع الفراخ تسمين. هنا عنبر بشيل 8000، كهرباء ومية خاصة بالأرض في مكان مشهور هنا في وادي النطرون.
فكر حضراتكم طقمين 3 فدادين عليهم 80,000 الحكومة مدة 7 سنوات او عاوز تكيش ماشي عاملة 1.5 مليون. هنا في وادي النطرون تاني نمرة على الاسفلت. السلام عليكم.